السلام عليكم. والله كما نعرف اليوم مقابلة مهمة معناها في الجولة الخامسة نتاع البطولة، خاصة معناها لونجو في الترتيب. لونجو خاصة في الترتيب، نعرفوا معناها مقابلة كنا نجموا معناها نكونوا في ترتيب معناها خير. الفيزيونومي نتاع الماتش الحقيقة اليوم نتصور اللي سير لونسومبل على الماتش والفوليوم دو جو، النتيجة ما كانتش معناها منطقية، خاصة برابور اللي فور اللي عملناه، خاصة في الشوط الثاني. الشوط الأول كانت لعبة متوازنة، وكان خاصة معناها فما فرص من الجانبين لهنا، وشفنا معناها فما بعض الحذر خاصة من لي ديزيكيب. بتاتر يمكن الريزلتا والونجو يمكن خلى شوية بتاتر ما نشوفوش معناها مستوى كبير. نحكي على فريقنا خاصة في الفترة الثانية، نتصور عملنا كل شيء اليوم. بعض الأوقات راهي تكون معناها الاختيارات اللي عنا مجبورين عليها. اليوم كان تشوف معناها 72 ساعة التالي عملنا مقابلة كبيرة في مونستير، وخاصة طلبت معناها مجهود بدني كبير. إذا كان في كل ماتش ما نشوفوش معناها ان تورنوفر موجود في الليكيب، ما نجموش نكونوا اشاك فوا نطلبوا خاصة في الريبلي ديفونسيف ولا في الليفور فيزيك لهنا من بلعبي، سيرتو في لونشينمون تاع لي ماتش هذوما مع بعض. الحقيقة معناها لي جوار الكل اللي كانوا موجودين حاضرين، فما بلون جو من الأول نتبعوه، فما ناس معناها بتتر تبدا وفما ناس تكمل. ما نتصور انا حتى معناها المهمه اللي دخلوا عليها الاولاد من الاول كانوا ناجحين فيها، اي سورتو النجم الساحلي نتصور اليوم الفريق المنافس ما عمل حتى خطر، خاصه في الفتره الاولى شفنا حاجات بتتر كان ديكا هكايا كلهم يرجعوا لهم اغلب الوقت عديناه، ارجع للفار ما ترجعش، واللي هو بالمناسبه معناها فما نقطه استفهام كبيره في حكايه الفار. هذايا فرق ترجع لها الفار وفرق لا ما ترجعش للفار، فما ديزاكت نتاع اغريسيون سون بالون اللي نتصور الناس كل شافتها لهنا في اللاكت نتاع احمد خليل كاريمون، معناها كو دو بوان بالنسبه لاحمد خليل، اغريسيون سون بالون اللي نعرفوها اللي في بالنا به اللي هي معناها كارتون روج ديريكتومون، ترجع للفار وبعد الفار تعطي كارتون جون بوان دانتيروغاسيون. فما ديزاكت صاروا في اخر الماتش كي نشوفوا تو لي تراس عند الاولاد نتاع الاغريسيون، بتاتر بتاتر مينيمون تستحق باش على الاقل تثبت فيها. هذه نقطة بتاتر تخرج عن النطاق، خاطر بعض الأوقات صحيح احنا وعدنا جماهيرنا واللي جا معناها لوبجيكتيف نتاعنا في كل ماتش باش نعطيوها 100% وباش نحاولوا معناها نصدونا فون لهنا ونحاولوا، من بعض الأوقات فما عوام خارجة على نطاقنا بتاتر هي اللي تكون معناها متسبة الأولانية أنك ما تنجمش تجيب 3 بوان. أول حاجة نتصور اللي الناس الكل اليوم شفنا معناها بالنسبة لجماهير النادي الأفريقي واللي هي الاستثناء نتصور، لقيناهم بصراحة في الأوقات الكل، في وقت الشدة في وقت الفرحة، جماهير معناها في أي وقت تلقاها تساند وساندت من الدقيقة الأولى لآخر دقيقة. الحقيقة أنا ما عنديش فكرة على شنو اللي صار، ونتصور ما نتصورش العكس معناها ما نتصورش اللي الجماهير تكون رايدة لهنا وحدها تحاول معناها باش يصير اللي يصير. نحن حاولنا نركزوا على مباراتنا لاخر لحظه معناها في التيران، كما قلت لك فما عامل الحظ في الاخر، خاصه انكم شفتوا معناها النجم الساحلي 45 دقيقه الثانيه الكل في المناطق نتاعنا كنا فيتو، وصلنا كريمو بدلنا ديسبوزيتيف معناها ابلوزير ريبريز، وصلنا نلعبوا بزوز في الوسط واربعه في الهجوم، وخلقنا كم هائل من الفرص في الخمس دقائق الاخرانيين، حتى المدافعين نتاعنا ولاو يلعبوا في المنطقه القدام وجات لي زوكازيون كيما قلت لك مع ايكيب تلعب كام بلوك با هذيك 45 دقيقة كاملة حتى فرصة للفريق المنافس. الفرصة الوحيدة اللي صارت في آخر الماتش هذايا بتاتر باش تقولوا عليه كانت معناها سميتا ديزيكيليب، وشفنا معناها حتى الجارديان وصل يلعب القدام. دونك اليوم بتاتر شوية زاد عامل الحظ كان عنده دور كبير. والله المود اوردر قلت وين قبل اللي جا وين جبدنا لوبجيكتيف نتاعنا احنا كاي فني ولا كاي إدارة، كل ماتش وماتشور كل ماتش باش نحاولوا معناها ما نبخلوش حتى خطرة عرق لهنا باش نحاولوا نجيبوا 3 بوان. ما عندناش مشكلة لهنا نتاع الجو، ماناش قاعدين نخمو في حتى شيء، كل ماتش نخمو فيه قاعدين معناها ماناش نلعبوا ولا نيغوسيو على اسمنا وعلى الاسم الكبير نتاع فريقنا. كل ماتش نحاولوا نعملوا المجهود الماكسيموم، نحاولوا نخدموا كل ماتش وماتشور. بالنسبة للجمعة الجاية ولا الماتش هذا لو نحن الفرق المنافسه الكل عندنا كيف كيف، وكل ماتش نحضروه على حده نخدموا عليه للماكسيموم. يبقى ديما نقول اليوم بتاتر ديسيبسيون صغيره، خاصه نعاودوا نرجعوا للغرفه نتاع الفار ولا كيك سوا، خاطر احنا تو ولينا بتاتر
نلتجوا ساعات كم تشوفوا في اللي رونديفو هذوما الاربيتراج ايترونجي وين مي بعض الاوقات لهنا فما حاجات حتى تتصالح شويه في التيران تلقى المشكله في غرفه الفار. اليوم هاني قلت لك بتاتر تنجم انت تجتهد خاطر في بعض الاوقات تغيظك اذا كان انت معناها تعمل افور كبير وفي الاخر بالكل تكون عوامل جانبيه وخارجيه هي السبب معناها في الهزيمه.